صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا هلا ومرحبا بكم في صباح جديد يجمعنا في برنامجكم الصباح رباح مع فقرات ومواضيع منوعة وملونة. خلونا نتابع برأسها. يوم البيئة القطري، الاستخدام الآمن للدواء، مشروعات التخرج، معرض الطيور النادرة. مشاهدينا ومستمعينا، بدايتنا مع تزامن مع احتفالات دولة الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير، انطلق المهرجان الفارسي للطائرات الورقية في منطقة بنيد التي حول سماؤها إلى عالم من الألوان. نتابع في هذا التقرير. لوحة من الطائرات الورقية تزين سماء منطقة بنيدر جنوبي دولة الكويت. هنا يقام مهرجان الفارسي للطائرات الورقية احتفالاً باليوم الوطني وذكرى التحرير، مهرجان يقام للمرة 16. دخلنا بالطائرات الكبيرة مثل الطائرات اللي الآن هي موجودة، وبال 2004 احنا حملنا أكبر رقم عالمي، كان 1000 متر مربع على شكل علم الكويت، ولا يزال الرقم هذا مسجل. أمس كسرنا الرقم بس بدون تسجيل، يعني ما يبنى مالوت الجينيس وهذيله، لأنه يحتاج لها وقت، والهواء أمس كنا ندري فيه هو مناسب إنه يطير بس ما راح يستمر، لازم تستمر الطير هي لمدة 20 دقيقة متصلة. مبارك أحد أعضاء فريق الفارسي للطائرات الورقية يستعد بمساعدة أحد زملائه لإطلاق طائرة على شكل حصان. رغم أن العملية ليست معقدة، لكنها ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض. تحتاج خبرة بسيطة، يعني هي مو معقدة، لكن تحتاج يعني ساعتين ثلاث ممكن أنت تتعلم وتطير طيارة مع البايلوت مالها بالحجم، مهما كان حجمها، مهما كانت حبالها وخيوطها. وهذا تبدأ العملية بداية إنك تكون أول شيء لازم تعرف اتجاه الهواء وسرعة الهواء عشان تعرف شنو تطير. في طيارات ممكن تطير بهذا الهواء اللي هو خلينا نقول مثلا 10-15-20 كيلومتر. في أنواع من الطيارات تعتمد على الهواء إذا كان مثلا أكثر من 40-50، في مجموعة من الطيارات ممكن تتحمل هذا الهواء وضغط الهواء الكبير هذا. هكذا تبدو الأجواء بعد أن يطلق كل عضو في الفريق طائرته، فالطائرات على عدة أشكال وألوان. على هامش معرض الطائرات الورقية تقام فعاليات ترفيهية للأطفال. الأجواء الاحتفالية جذبت العديد من العائلات لزيارة المكان. ما شاء الله المعرض جميل، والفعاليات سنة بعد سنة تصير أقوى وأقوى، والشباب مستانسين والعيال، فما شاء الله عليهم. شكر والتقدير للشباب اللي اشتغلوا على هالمعرض، والحمد لله يعني الجو وطني ومستانسين كلنا، وجو عائلي يعني بمعنى الكلمة. مهرجان الفارسي مهرجان احتفالي، لكنه أيضا يحمل رسائل متنوعة، من بينها الدعوة للحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري. ألوان جميلة وأشكال أجمل تحلق في سماء الكويت احتفالا باليوم الوطني وأيضا ذكرى التحرير. وفي نفس الموضوع يعد متحف الشرطة من أهم الأماكن التاريخية بدولة الكويت، ويقع هذا المتحف في مخفر بنيدلقار، وهو متحف خاص بتاريخ الشرطة الكويتي. خلونا ناخذ جولة فيه مع بعض. متحف الشرطة أحد أحدث المتاحف التي افتتحت في مدينة الكويت، ويعرض فيه مجموعة من القطع والوثائق الخاصة بشرطة الكويت منذ تأسيسها منذ أكثر من 50 عاماً،
كأول رخصة قيادة وأول لباس لشرطة الكويت ولوحات سيارات قديمة ودفاتر السيارات وإجازات القيادة يعود تاريخها لاستقلال دولة الكويت، إضافة إلى مجموعة مختلفة من الأسلحة التي استخدمتها شرطة الكويت قديماً. وكان سبب اختياره لهذا المكان ليصبح متحفاً خاصاً بالشرطة الكويتية هو الموقع الجغرافي المتميز، حيث يقع في منطقة بنيدلقار وهي إحدى المناطق المميزة بداخل دولة الكويت. حينها كان يخدم في منطقة بنيدلقار وشرق وجبلة وكذلك في منطقة السفارات المحيطة به، وكان رئيس المحاكم آنذاك هو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله الجابر الصباح، والذي قام حينها بزيارة المخفر وتفقد أحواله وأحوال العاملين الموجودين به في ذلك الحين. وفي خارج المتحف تقف مجموعة من السيارات القديمة التي استخدمتها شرطة الكويت كأول سيارة شرطة استخدمتها شرطة الكويت، بالإضافة إلى الدراجات النارية. ومجموعة من المعدات التي استخدمتها الشرطة أثناء تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1990. ومن هذا التقرير عن متحف الشرطة بدولة الكويت مشاهدينا ومستمعينا، خلنا نروح لمقتطفات جرائدنا الصادرة صباح اليوم. مشاهدينا ومستمعينا، عندنا الجريدة الأولى هي الشرق، وفي محليات الشرق الخبر الأول: صاحب السمو يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني. وعندنا أيضا الخبر الثاني من محليات الشرق: مؤسسة قطر توفر منحا دراسية ودعما ماليا للطلاب الجامعيين، تحديد مواعيد الالتحاق بجامعة المدينة التعليمية. عندنا الخبر الثالث وأيضا في محليات الشرق: خطط لمعالجة الإصابات والجروح البسيطة داخل المراكز، دكتور محمد العامري 30% زيادة من القدرة الاستيعابية لطوارئ الأطفال. ونتوجه للجريدة الثانية وهي الوسيل، والخبر الأول في الوسيل: رئيس الوزراء يزور معرض المجوهرات، معاليه يطلع على أحدث التصاميم والابتكارات. والخبر الثاني من محليات الوسيل: قطر أول دولة في العالم توفر خدمات الجيل الخامس 5G، تطلقها خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال 2018. وعندنا الخبر الثاني من لوسيل: بورصة محلية، هيئة قطر للأسواق المالية ترخص بإدراجها 5 مارس بإذن الله بدء التداول على صندوق مؤشر بورصة قطر. ونتوجه للعرب وهي الجريدة الثالثة: الشرطة المجتمعية تطلق حملة موسم تخييم آمن بالتعاون مع الدفاع المدني وشرطة الأحداث والهلال الأحمر. والخبر الثاني من العرب: انطلاق فعاليات القرية الثقافية في جامعة قطر بمشاركة 11 دولة تحت شعار حكاية من بلادي. عندنا الخبر الثالث من العرب: انطلاق حملة خير قطرنا والبيوت الخضراء ب 330 مدرسة للمساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات. عندنا الجريدة الرابعة هي الوطن، والخبر الأول في الوطن: في المسابقة المدرسية للقرآن الكريم اختبارات المناطق الخارجية الأحد بإذن الله. ونتوجه للخبر الثاني من متابعات الوطن:
محمية العريق تستقبل الفرق اليوم بإذن الله، والهتمي وضعنا خطة عمل متكاملة لنقل أحداث البطولة، وهناك تعاون كبير من اللجنة المنظمة للقلائل وطاقم فني مع كل فريق لتوثيق أدق التفاصيل. تصلنا ردود أفعال إيجابية من الجماهير. وعندنا الخبر الثالث في الوطن الاقتصادي، مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في الاقتصاد القحطاني، ترخيص المنشأة خلال 8 ساعات. عندنا الجريدة الخامسة هي الراية، والخبر الأول في الراية، افتتاح محطة فاحص في الشحانية مزودة بممرات للفحص الفني وصالة للمراجعين وقسم للمرور. والخبر الثاني من الراية، مسلم الراشد مدير الإدارة بوزارة التنمية الإدارية للراية، جهات حكومية جديدة بمجمع الخدمات قريبا، و60% من مجمع الخدمات يقدمها مجمع الهلال والريان، ونوافذ للمراجعات لضمان الخصوصية وأخرى لكبار السن وذوي الإعاقة. والخبر الأخير من الراية ومن جرائدنا الخمس، سفير الرياضة القطرية يحقق إنجازا كبيرا بتفوقها الترجي في النهائي، طائرة الريان تحلق بكأس العرب في سماء تونس. هذه علوم جرائدنا اليوم مشاهدينا ومستمعينا، خلونا نروح فاصل قصير ومن بعدها نستكمل باقي فقرات الصباح 4. لا تروحون بعيد. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا من بعد الفاصل، وصلنا إلى فقرتنا الصحية لهالأسبوع. راح نسلط الضوء على الطرق الاستخدام الآمنة للدواء مع ندبتنا نيلة الملة، نتابع مع بعض.
صبحت الله بالخير زميلتي، وصبح على جميع مشاهدين الصباح رباح. أنا معكم اليوم في مؤسسة حمد الطبية، وراح نتكلم اليوم عن الاستخدام الآمن للدواء مع الدكتورة موزة الهيل، المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة في مؤسسة حمد الطبية. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة، وصبحت الله بالخير. صباح النور، يا هلا مرحبا دختي نيلة. يا هلا فيك دكتورة. في البداية لو بنتكلم عن الاحتياطات اللي يجب على المرضى الالتزام بها لضمان استخدام آمن للدواء. المفروض المرضى عند مقابلة الصيدلي وقت إعطاء الدواء يقوم الصيدلي بإعطائهم جميع الإرشادات المفروضة للاستخدام الآمن للدواء. فإذا كان وقت إعطاء الإرشادات هذه المريض عنده أي استفسار أو يريد يعني أي يسأل أسئلة أو حاجات عن نفس الدواء، ممكن هو يطرح الأسئلة أو ممكن يطلب من الصيدلي إعادة الإرشادات. وإحنا نطالب الصيادلة دائما من يعطون الإرشادات، وساعات يعطونهم بامفلت مكتوبة فيها المعلومات عن الدواء نفسه. فالمريض له الحق الاستفسار عن أي حاجة، ولا الصيدلي بعد بنفس الوقت يسأل المريض عن أشياء المفروض المريض يكون صادق مع الصيدلي. يعني لو كان المريض يأخذ أدوية ثانية غير الأدوية المكتوبة، لأن الصيدلي يقعد يعمل دراسة على حالته العلاجية أو التاريخ العلاجي، وهذا يأخذه من الإلكترونيك بريسكريبشن أو من السيرنا نفس النظام الإلكتروني اللي عندنا، ويدخل على يعني أدويته، بحيث أن الأدوية المكتوبة في حمد أو المكتوبة في المراكز الصحية يكون عارف إيش الأدوية اللي أخذها. بس المريض لو كان ماخذ الأدوية من صيدليات خارجية أو ماخذ الأدوية من الشرطة أو من البوليس، هاي ما عندنا إحنا دمج معاهم. قاعدين إحنا ندرس أن نعمل الدمج حاليا إن شاء الله مع البوليس ومع الجيش إن شاء الله في المستقبل. بس لين يعني المفروض لما يسأل الصيدلي المريض المفروض يكون صادق إيش الأدوية اللي عندها وإيش الأدوية السابقة اللي ماخذها، عشان ما يصير فيه شكل ما نقول دوبليكيشن، أو ما يعني أخذ دواء يضاد دواء. فتلاحظين يعني مثلا بعض الأدوية لو خذيتي كتب لك الدواء ورحتي أخذتي دواء ثاني معه، ممكن يضاد مفعول الدواء اللي انت قاعد تاخذينه للحالة المرضية مالتك. في بعض الأدوية تقلل مفعول الدواء، مثلا مرضى سيولة الدم لو خذوا فيتامين، بعض الفيتامينات تحتوي على فيتامين كي، فيتامين كي ايش يسوي؟ يقلل مفعول الدواء نفسه، فيزيد سيولة الدم، وممكن تحدث الجلطة للمريض ويؤدي الى انتكاس المريض وحالته هذه. هي اقل حاجة. مثلا ادوية الفولتارين لو انت اخذتي دواء مع وانت كنتي مثلا مريضة ربو، الفلترين يعمل انقباض للأوعية اللي في الرئة، فممكن يسوي يعني اي يعني يخفض الاكسجين، او المريض ممكن يصير له كومبليكيشن او حالات يعني يزيد حالته الربو ويؤدي الى مضاعفات له. نعم دكتورة، بالنسبة حق نقول الحوامل واللي طبعا يرضعون عيالهم، هل من نصائح معينة انهم يستخدمون دواء خاص لهم؟ الحوامل يأخذون أدوية معينة، المفروض الحامل ما تأخذ أي دواء بدون استشارة الطبيب، وخاصة في الشهور الثلاث الأولى. يعني لو لاحظت أن في ثلاث شهور الأولى حتى الطبيب يعني ما يكتب أدوية مثل أدوية الفيتامينات، ما نكتبها للمرضى، لأن ممكن تأثر على الجنين في هذه الفترة. فالمفروض الحامل في فترة الحمل لازم تتقيد بالأدوية اللي يكتبها المريض. ساعات الحامل تتعرض لحالات مرضية أو شيء وقت الحمل، فالدكتور يكون يكتب لها أدوية مثل أنتيبيوتيك أو مثل هذه، يمكن يكون في النشرة مكتوب مثلا ممنوع أخذها وقت الحمل، بس لازم تأخذها لأن الدكتور وصفها وعارف أنها هي مفيدة للمرأة وللجنين أكثر من أعراضها يعني. نعم، أيضا بالنسبة لو بنتكلم دكتورة عن طريقة تخزين الأدوية، البعض منا يعني نقول نحط الأدوية في طريقة يمكن تكون هل هي صحيحة أو خطأ، نحطها مثلا في الثلاجة، البعض منا يخليها برا، شلون نقدر نحافظ على طريقة التخزين؟ شوفي أختي نيلة، وقت إعطاء الدواء الصيدلي لازم يكون عام يعني يعرف المريض على طريقة حفظ الدواء.
فالأدوية اللي لها في الثلاجة يقولها مثلا احفظ الدواء ذي في الثلاجة من بين مثلا 2 إلى 8 درجة مئوية، المفروض الأدوية تحفظ في الثلاجة. الأدوية مثلا عندنا السيرب والهذي اللي يكون انفتحت، وأدوية الأنتيبيوتيك لو انخلطت وانفتحت لازم تحفظ في الثلاجة. فالأشياء يعطيها الإرشادات يعطيها الصيدلي للمريض. الأدوية الثانية، في أدوية المفروض ما تنحط في الثلاجة لأن لو تعرضت للرطوبة تخرب، فهل تحفظ درجة حرارة الغرفة اللي هي أقل من 25 درجة مئوية؟ في الأدوية اللي المفروض تكون مرفوعة أو محفوظة عن الأطفال، ما يكون يعني قريبة من الأطفال، وتكون محطوطة بعد الأدوية اللي هي تتأثر بالضوء، المفروض بعد يكون لما ينصح الصيدلي يعمل نصيحة ما يخلي الأدوية تتعرض للضوء. ايضا دكتوره احنا عرفنا ان انتم ان شاء الله راح يكون عندكم طريقه تواصل بينكم وبين المرضى اللي هي مثلا نقول مريض ناسي وصفته الطبيه، نسى الاستشاره اللي عطاها يا الصيدلاني، شنو طريقه التواصل بس نعرف فيها المشاهدين؟ حاليا اختي نيلة في لو لقينا الباق اللي يحملها اللي داخلها الادويه مكتوب عليها رقم الصيدله، رقم يعني الصيدليه، فممكن يتواصل مع الصيدلية. ولكن الحين إن شاء الله في الشهر الجاي حنعلن عن مركز معلومات دوائية، حيكون مركز مفتوح في الميديكال سيتي هنا عندنا اللي هي مدينة أحمد بن خليفة الطبية، حيكون فيها مركز معلومات الدوائية وحنفتح إن شاء الله لمدة 24 ساعة، وأي مريض يبي استفسار عن أي دواء سواء دواء موصوف له أو دواء ماخذة من برا أو دواء مش عارف إيش، ممكن يتخاطب مع هالمركز ويعطي كل المعلومات والإرشادات إن شاء الله، ويكون المركز إن شاء الله مفيد للمريض وللدكتور وللممرضات. كل الشكر لك الدكتورة موزة الهيل المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة في مؤسسة حمد الطبية. شكرا أختي نيلة، وإن شاء الله نتقابل مرة أخرى لأن عالم الأدوية عالم كبير وواسع ومتشعب، وإن شاء الله نكون فيه لقاءات ثانية نقوم فيها لتوعية المواطنين عن الأدوية وطريقة استخدامها والمردود الإيجابي والفعل إن شاء الله منها. إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام عرفنا طريقة استخدام الدواء الآمن مع الدكتورة موزة الهيل في مؤسسة حمد الطبية، وهذا كان كل ما عندي، وارجع لزميلتي باستديو الصباح رباح. والله يعطيها ألف عافية نيلة والدكتورة اللي معاها على هذه المعلومات الدقيقة. أتمنى متابعينا يتم الأخذ بعين الاعتبار لما قالته الدكتورة. من الصحة إلى التعليم، تعد مشاريع التخرج هي الأول أولى ثمار سنوات الدراسة وخاصة الجامعية، فبعد سنوات الجد والاجتهاد يكون مشروع التخرج المرآة العاكسة لما تحصل عليه الطالب من علوم ومعارف، وكثيرا ما كانت تلك المشاريع بوابة مشاريع أكثر تخصصا، فما هي عناصر جودة مشروع التخرج وما وهل بالإمكان أن حصول تلك المشاريع على أرض الواقع؟ وكثير من الأسئلة بتجاوبنا عليها الأستاذة خولة مرتضى. ويا هلا ومرحبا بك. يا هلا ومرحبا حبيبتي نور. مشروع التخرج حسنا مشروع المستقبل. نعم ممكن أن نقول ذلك طبعا لأنه يشقى ويتعب فيه الطالب. نعم هذا صحيح. تكلم عنه. طبعا يسعدني في هذا الصباح أن يصبح عليك وعلى كل الزملاء في الريان الغراء. مشروع التخرج ربما هو من أكبر الهواجس عند الطلاب، ما نقدر نخفي أنه كثير من الطلاب في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير ومن ثم الدكتوراه يشغلهم هذا الشاغل، السؤال البحثي، ما هي المشكلة البحثية التي سيبحث عنها الطالب في هذه الفترة. مشروع التخرج ربما نتحدث حاليا عن مرحلة البكالوريوس، أغلب طلاب الجامعات بعد مرحلة يعني انتهاء الفصل الأول والثاني والسنة الأولى والثانية هم إلى نزول أو إلى صعود تراكمي نحو مشروع التخرج. ما هو مشروع التخرج؟ مشروع التخرج هو مثل اختبار بسيط نختبر فيه معرفة الطالب لعدد من العلوم والمدارك وتطبيقه لعدد من المناهج البحثية. نعم. كانت في مجال الإعلام ولا كانت في مجال العلوم ولا كانت في مجال الدراسات الإنسانية ولا الفلسفية أو أي دراسة من الدراسات العلمية أو الإنسانية تحتوي على عدد من هذه المناهج. تطبيق الطالب بشكل دقيق ويعني مفند لهذه المناهج ومن ثم يعني بلورة هذه الإشكاليات البحثية أو التساؤلات البحثية
البحثية بشكل مناسب هذا يخوله إلى التخرج. طبعا هذا المشروع يكون عبارة عن أطروحة يقدمها الطالب تكون جديدة أو تكون مطورة لأطروحات سابقة تم تقديمها من قبل باحثين وعلماء وكتاب وكل هذا الإرث الإنساني الموجود في كل مكان. يأخذ طالب يعني جزئية معينة أو زاوية نظر معينة ومن ثم يدرسها بطريقة ومنهجة كما ذكرت باتباع إحدى المناهج العلمية ومن ثم في النهاية يخرج إلى النور هذا المشروع ونضع هذا المشروع تحت مجهر التقييم. طبعا لا يترك أي عمل بحثي بهذه الطريقة، يجب أن يشرف عليه أستاذ يتابع الطالب في الفصل الدراسي أو في السنة الدراسية التي سيقطع فيها هذا المشروع، ومن ثم هناك لجنة تتشكل تسمى بلجنة تقييم المشروع يجلس فيها عدد من الأساتذة المختصين من الأكاديميين والمهنيين ويقيمون هذا المشروع ويأتون بعدد من الملاحظات ويناقشون الطالب في هذا الطرح العلمي. صحيح أنها فكرة صغيرة ولا مشروع جديد ولا نفس ما قلتي مطور زين، لكن الطالب يجد ويجتهد، وهل نقدر نصفه بأنه ترجمة لسنوات الجامعة؟ هذا صحيح، هي ترجمة حقيقية وحرفية لسنوات الجامعة، وكذلك سنوات الجامعة أختي نور تختزل مسافة طويلة جدا من جهد علمي متراكم خلال السنوات السابقة اللي سبقت مرحلة الدراسة الجامعية من المدرسة وقبلها من المنزل، وكذلك أضف إلى ذلك هناك رديف آخر مهم لطالب الجامعة ما طوره في نفسه من مدارك وعلوم وما يعني جادت عليه يعني اطلاعاته من خلال معرفته بأتون يعني كتب معينة دراسات معينة في تخصصه قراءاته الشخصية، هذه كلها تساعده في الحجة وفي الإقناع وفي كذلك تطوير كتابته وتطوير الأسئلة البحثية اللي هو يعمل عليها، فهو نتاج تراكمي لعدد كبير من السنوات، عدد كبير من المدارك والمعارف اللي استقاها من منظومة الجامعة، من منظومة المدرسة، من مؤسسة الأسرة، وكذلك ما طورها في نفسه من مدارك وعلوم. أستاذة خولة، ما شاء الله عليك أنت تكملين دراستك الحين وتقومين أيضا بمشروع تخرج. نعم. زين، ما يعني لك هذا المشروع؟ كما ذكرت نور يعني أنا لا أفصل نفسي هنا عن الطالب ولا أقوم بتنظير هذه الأشياء عليه، إنما أنا طالبة علم. نعم. ودائما أحب أن أصف نفسي كطالبة علم، وكلنا صراحة في هذا المضمار طلاب علم، كنا نتبع عدد من الجامعات ولا كنا نتبع عدد من المؤسسات، فأنتم كذلك طلاب علم، كذلك تقدمون كل هذه الفوائد للبشرية. فيعني أنا بالنسبة لي عملية كتابتي في أحد الأبحاث العلمية عملية تستنفر عندي الكثير، ربما أغيب كثيرا عن الساحة وربما لا أخرج كثيرا لأجل الإخلاص في هذا المشروع البحثي. أنت تعلمين أن الكتابة والإخلاص لعدد من الأسئلة والإشكاليات العلمية تأخذ من وقتنا وطاقتنا وجهدنا وربما تمحو جانب معين من حياتنا الاجتماعية، نحن مطالبين أكيد بالتوازن، ولكن أنت أمام سباق الوقت وسباق المصادر المتاحة ويعني سباق الكثير من الأشياء، وكذلك ذاك الإلحاح البسيط أو العظيم الموجود في الداخل اللي يقول لك لازم تتقنين ما تقدمينه. صحيح. ولازم تجيدين ما تقدمينه، ولكن سبحان الله فوق كل ذي علم عليم أكيد. نعم. ولذلك يعني أنا أجد أصف في طابور الطالب، أنا مع الطالب، أنا طالبة كذلك في هذا المضمار، ويعني العملية مقلقة ولكنها مبدعة يعني إبداعية جدا، ويعني ستثمر نتائج جميلة إن شاء الله تعالى بإذن الله. إن شاء الله على صعيد الشخصي وعلى صعيد الطلاب كذلك، ولكن هو أهم شيء أن نكسر ولا يكسرون، نكسر جميعا الرهاب من الكتابة والرهاب من السؤال والرهاب أن نفشل، لأنه في لحظة من اللحظات سيقال لك أو سيقال لي أو سيقال لأي طالب علم أن هذه الجزئية لم تكن مجودة بطريقة مناسبة، هناك نقص في مصدر معين، علينا أن لا نستسلم في هذه النقطة، أن كما ذكر فوق كل ذي علم عليم، وهذا ما نعرفه احنا في يعني ثواب ديننا الإسلامي. نعم. انه سبحان الله العلم يأتينا عبر تراكم بشري وكذلك يأتينا من الله سبحانه وتعالى، فاحنا نطلب هذا العلم ان شاء الله من اي النوافذ اتت، فالله يوفقكم ان شاء الله. اختي خولة، وصفتي العمل على مشروع التخرج بالإخلاص لهذا العمل. نعم. زين، فالإخلاص يأتي من الذات. نعم. وحب المشروع ولا حب ما تعمل به وتتقنه إن شاء. صحيح. الله
كلمينا عن هذه الكلمة اللي وصفتيها العمل. أنا أقدر أقول لها دراسة بقدم مشروع التخرج وبني، لكن الإخلاص عتيها أكثر من مرة في مشروع التخرج. والله أختي نور، يعني صراحة لا أذكر يعني هذا الموضوع وأحصره في مشروع التخرج. الإخلاص في كل شيء هو موضوع فلسفي أكيد كبير، ولكن تختلف الشخصيات. هناك شخصية في تأديتها لعمل معين، سير من الأعمال، صاد من الأبحاث العلمية، يجدون أن شغلهم الشاغل تأدية هذا الواجب الثقيل جدا والانتهاء منه، والبعض يجد أنها رحلة تحدي ورحلة إضافة لهذه الإنسانية، ومن ثم كذلك التعلم، تعلم من تجارب الإنسان، الخطأ والصواب كذلك من أجل التحسين. فلماذا ذكرت الإخلاص؟ لأنه هو يعني أساس هذا الشيء صراحة، لأن لو لم نخلص لفكرة طيبة بين قوسين لما أجدنا. وكذلك هؤلاء الذين يخلصون لنوايا ربما تكون سيئة أو ربما تكون وضيعة من أجل الانتهاء من هذه المهمة، من أجل الانتهاء من هذا الشغل البحثي، من أجل كذا، سيأتون ما هم يعني يتمنونه من أهداف. بنية صافية لأي عمل نقوم به، هذا شيء كبير سيثمر نتائجه إن شاء الله مع انتهاء هذا المشروع بإذن الله. أستاذة خولة منتظوي، يعطيك العافية على هالمشاعر الجميلة لمشروع التخرج اللي عكستيها عندنا في استديو الصباح رباع. شكرا جزيلا لكم، تأثرت أنا وجزاك الله خير حبيبتي. حبيبتي شكرا جزيلا لكم. العفو حبيبتي. مشاهدينا ومستمعينا، من مشروع التخرج هل نتجه إلى نفس خلنا نقول الميزان، وهو ميزان التعليم. أكد السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة وافقت على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسبة تتراوح بين 2 إلى 20% للعام الأكاديمي 2019-2018، والمزيد في هذا التقرير. في مؤتمر صحفي عقد بوزارة التعليم والتعليم العالي بشأن رسوم المدارس، قال حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إن الإدارة استقبلت خلال شهرين نوفمبر وديسمبر 144 طلباً من رياض ومدارس خاصة لزيادة رسومها من أصل 278 روضة ومدرسة تمثل القطاع التعليمي الخاص. تمت الموافقة على زيادة رسوم دراسية لعدد 26 مدرسة من أصل 115 مدرسة تقدمت بطلب زيادة رسوم دراسية حسب معطيات كل مدرسة، تتراوح النسب من 2% إلى 20%. على سبيل المثال 2% حصلت عليها روضة واحدة فقط، 3% 13 روضة ومدرسة، 3 رياض أطفال و10 مدارس خاصة، 4% لا روضة ولا مدرسة، 5% روضتين، 6% روضتين ومدرسة واحدة فقط، 7% روضة، 8% روضة، 9% روضة، 10% روضة، 15% روضتين، 20% روضة واحدة تطبق المعايير الوطنية. حرص سعادة الوزير أن يعلن عن الرسوم الدراسية قبل 1/3، وذلك لترك الحرية لولي الأمر لاستمرار في المدرسة أو الانتقال لمدرسة أخرى أو عدم إعادة حجز مقعد للعام الأكاديمي القادم. يشار إلى أن المؤتمر الصحفي تناول أيضاً التقويم المدرسي حول الإجازات المدرسية، مبيناً أن هناك استثناءات بشأن مدارس الجاليات لاختلاف التقويم في بلدان تلك الجاليات ولاختلاف المناهج، حيث يصعب تحديد نهاية العام الدراسي. ومن هذا التقرير عن التعليم وزيادة نسبة المدارس الخاصة والمستقلة والروضة، لا المدارس الخاصة والروضة. مشاهدينا ومستمعينا، فقراتنا منوعة وفي انتظاركم، ولكن بعد الفاصل لا تروحون بعيد. We'll be right back.
فعاليات الدوحة مشاهدين نفس ما شفنا معاكم تحتفل وزارة البلدية والبيئة باليوم بيوم البيئة القطري بشعار بيئتنا إرثنا تحت رعاية وحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة. المزيد من التفاصيل راح نتعرف عليها مع الزميل محمد الشهراني. صبحك الله بالخير يا محمد. يا هلا مرحبا فيه، صبحت الله بالخير ايضا الساده المشاهدين، صبحكم الله بالخير وصباح الاجواء الجميله من شمال الدوحه وبالتحديد من روضه المائده، حيث تقيم وزاره البلديه والبيئه يوم البيئه القطري اللي صادف تاريخ 26/2. طبعا العديد من الفعاليات اقيمت في روضه المائده بحضور سعاده وزير البلديه والبيئه وايضا عدد من المسؤولين في الدوله وعدد من السفراء الدول الصديقه والشقيقه. حاليا معي الاستاذ عمر سالم النعيمي مدير الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة. يا مرحبا ومسهلا يا أبو سالم وصبحك الله بالخير. مرحبا بك، صبحك الله بالخير، صبح الله أخواننا المشاهدين بالخير ومرحبا ومسهلا فيكم. الله يرحب بك يا أبو سالم. أستاذ عمر، بشكل عام اليوم احتفالكم بيوم البيئة القطرية، تتكلم أكثر عن الفعاليات اللي كانت موجودة اليوم. نعم، الحمد لله رب العالمين، اليوم الله وفقنا باليوم، أول شيء الأجواء حلوة والحضور الحمد لله يعني موفق. وهذا اليوم يعتبر من كل عام 26 فبراير هو يوم البيئة القطري، والحمد لله اليوم عندنا فعالية المسرح وفعالية تنظيف الروضة وفعالية زرع الأشجار وفعالية مشاركة عدد من الشركات وعدد من الجهات المختصة في الاحتفالية في اليوم أو الفعالية اليوم القطري. جميل جدا، الله يوفقكم إن شاء الله. اليوم حضور عدد من المدارس وعدد من الأشخاص المهتمين وأيضا بمشاركة بعض الجهات. شعاركم بيئتنا إرثنا، إيش معنى اخترتوا هالشعار في السنة هذه؟ هذا الشعار يعتبر يعني هو الإرث، أنك تنقل الشيء القديم للشيء للجيل الجديد، وهذا الحمد لله إن شاء الله أن الله وفقنا في المحافظة على البيئة بشكل عام مثل ما استلمناها من إخواننا ومن أهلنا القدامى، بيئة نظيفة وإن شاء الله أن نوصلها للأجيال القادمة بنظافتها ويكون بعد أحسن من اللي إحنا استلمنا عليه بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله، الله يوفق الجميع إن شاء الله. أستاذ عمر، لو نتطرق لموضوع الوعي البيئي سواء عند عيالنا في المدارس أو الموجودين، شلون لقيت الوعي اللي حاصل حاليا بخصوص البيئة أيضا الجهود من طرف وزارة البلدية والبيئة؟ الوعي الحمد لله يعني بشكل عام صار يعني يعتبر ممتاز للمدارس بالنسبة للمرتدين البر مرتدين البحر. السنة احنا شوي يعني غيرنا من المولات أو من الأسواق أنه يكون الفعالية داخل المولات، حبينا أنه يطلع الأطفال يطلعون الجمهور على البيئة الحية، يعني بوجود الروضة قريبة من عندنا، بوجود الشتلات إن شاء الله اللي بنزرعها، يكون يعني الثقافة مباشرة للأطفال والمشاركين معنا في اليوم القطري البيئي. الله يوفقكم إن شاء الله ويسهل أموركم. شلون لقيت المشاركة خاصة في بعض المزارع لأشخاص قطريين فقط في نباتات البرية؟ صحيح. بهدف فقط الوعي وايضا الحفاظ على البيئه. صحيح، عندنا اليوم مزارع اول شيء فيها مشاركه الزراعه او الانتاج الزراعي المحلي، عندنا موجود اليوم مشاركين معنا، نشكرهم اخواننا المزارعين اللي قدموا هذه الخدمه، ونشكر اخواننا المزارعين اللي يزرعون النباتات البريه داخل مزارعهم بصوره يعني متعاونين معنا ومتعاونين مع الجمهور، حتى لو ان الجمهور يعني يوصل هذه المزارع بيشوف الزراعه وكيفيه زراعتها، زراعه النباتات البريه الموجوده في الدوله. الله يعطيكم العافيه. كلمه اخيره توجه لمشاهدي قناه الريان بخصوص البيئه وايضا فعاليتكم اللي تستمر لغايه الساعه 8 اليوم ان شاء الله.
أول كلمة ندعوهم أنهم يحضرون إن شاء الله الفعالية ويلحقون عليها إن شاء الله بعد ما يطلعون العيال من المدارس، حنا موجودين إن شاء الله للساعة 8. ثاني شيء ندعوهم لتربية أو لغرس تربية المحافظة على البيئة بشكل عام، لأن هذا بيتنا الكبير إن شاء الله. يعني مثل ما تحافظ على نظافة بيتك، مثل ما تحافظ على المزروعات داخل بيتك، حافظ على في ارتياد البر، في ارتياد البحر، المحافظة على البيئة بشكل عام. بيض الله وجهك وما قصرت، وأيضا الجهود المبذولة من طرف وزارة البلدية والبيئة. الشكر لكم منصور، الله يجزاكم خير على حضوركم على توصيل الرسالة هذه للمشاهدين. وياك إن شاء الله، الله يحفظك. طبعا أعزائي المشاهدين، هذا كان لقائي مع الأستاذ عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية وأيضا الحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، أيضا الجهود المبذولة من هذه الإدارة أيضا بوزارة البلدية والبيئة بشكل عام. الفعاليات اليوم مثل ما ذكر الأستاذ عمر راح تستمر لغاية الساعة 8 بعدد من الأنشطة والفعاليات اللي راح تكون موجودة، موجهة أيضا للأطفال وأيضا للكبار بمشاركة أيضا عدد كبير من الجهات اللي لها صلة كبيرة بالبيئة، منها أيضا بعد المزارع الخاصة اللي حلو ان الواحد يقدر يتعرف على النباتات الفطرية اللي موجودة في والبرية اللي موجودة في قطر، ايضا للي حاب انه ياخذ منها يقدر ياخذ منها، ايضا للي حاب انه يتعرف ايضا على الجهود المبذولة من قبل وزارة البلدية في الحفاظ على البيئة يقدر انه يجي الفعالية اللي موجودة في روضة المائدة بشمال الدوحة. ايضا للي حاب أنه يتعرف على أشياء أخرى لها علاقة بالبيئة وأيضا لتوعية أطفالكم بأهمية الحفاظ على البيئة بعد حياها الفعالية، وهذه طبعا جهود مبذولة يشكرون عليها القائمين فيها بوزارة البلدية والبيئة. هذا بشكل عام كل اللي عندي، والله يعطيكم العافية. يعطيك العافية أخوي محمد الشهراني، وأيضا الشكر موصول لضيفك. ونبقى في الشأن البيئي، أقام النادي العلمي في قطر معرضا للطيور النادرة للباحث البيئي القطري ناصر محمد جبر، والتفاصيل في هذا التقرير. أقيم في النادي العلمي معرضاً للطيور النادرة للباحث البيئي القطري ناصر محمد الجبر، عرض فيه بعض من الطيور النادرة المهددة بالانقراض المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للحيوانات المهددة بالانقراض. هو المعرض انعمل لخطاب من جامعة الكويت بزيارة خاصة لي، وبادر فيها الأستاذ حارب من النادي العلمي والرئيس التنفيذي، وجه له تحية. وعملنا هنا المعرض، وعملنا عن بعض الطيور المهددة بالانقراض المدرجة على القائمة الحمراء، هي المنظمة الأمم المتحدة ريد ليست لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية. العدد الموجود حاليا بالمحمية 149 نوع، معظمهم يواجه خطر الانقراض نسبة للقائمة الحمراء اللي وضعتها الأمم المتحدة. لكن يعني كمشقة في المجال، في مشقة لأن بعض الطيور تبيض بيضة واحدة في الموسم. احنا عندنا شيء تغني لها، ان نستخدم الأجهزة التغنية في البقاسات ولا الهاند فيدنج، ناخذ يعني انتاج ثاني وثالث ورابع بدل ما ناخذ انتاج واحد بالسنة. فهذا نجحنا فيه وتفوقنا. بعد مخاطر الثانية، لا، بعض الصيادين والتجار الغير قانوني، هذا بروحه مشكلة الحالة. يعني في احنا نحافظ ما نقتني، عندنا الحفاظ على الكائنات، هذه احنا هدفنا. لكن اقتناء هذه مش ملكي، ملك الأجيال القادمة، ملك علماء يكتشفون فيها ابحاث جديدة. فأنا أشوف خطر الانقراض متسبب في العنصر البشري. قد يرى البعض في وضع الطيور من حرية البيئة إلى القفص تعد عليها، ولكن ناصر الجبر في الحقيقة وضعها في أقفاص تحاكي بيئتها الأصلية للحفاظ عليها من عبث البشرية، وقام بجهوده الفردية جهوداً تضاهي جهود المنظمات الدولية. مشاهدينا وسمعينا، في إطار الأنشطة المتعددة في دولتنا الحبيبة، شهدت حلبة لوسيل مهرجان سباق ضد السرعة، والمزيد من التفاصيل بنشوفها في هذا التقرير. نعم،
نظم الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية بحلبة لوسيل فعاليات مهرجان السرعة للمبتدئين والهواة، حيث تم تصميم الحلبة لاختبارات مهارات السائقين وإبراز قدراتهم الفنية في قيادة السيارات وفق ظروف وبرامج معينة. هي من برامج الفعاليات اللي احنا نصممها للمبتدئين وللهواة وتعطيهم فرصة للمشاركة بأقل تكلفة بحيث انه يقدر يستخدم سيارته الخاصة، وحتى في التجهيزات اي تجهيزات اخرى لو مش متوفر مع المتسابق احنا نوفرها له بقدر الامكان، او اذا كانت يعني اذا كانت في حدود المتوفر نرحب في المتسابقين الجدد سواء اناث او ذكور، المهم انه يكون حاصل على رخصة السواقة. اليوم عندنا احنا 26 مشارك والاغلبيه هم يعني يعتبرون هواة، ويكون فرصه لهم يجربون انفسهم ويدخلون فيها كذلك يطورون انفسهم ويدخلون فيها سباق حلبات رود ريسنج او راليات او سباق دراج ريس او دريفت، فهذا يعتبر الخطوه الاولى او البوابه اللي يدخل منها في عالم السباقات. يذكر أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 26 مشاركاً من الهواة والمبتدئين في جولته الثالثة ضمن برنامج سباق السرعة الذي يتكون من 5 جولات طوال هذا العام. إلى هنا وصلنا وياكم مشاهدينا ومستمعينا من حلقتنا لليوم. لأي استفسار أو اقتراح تواصلوا معنا على الموقع الظاهر أمامكم أسفل الشاشة. نشوفكم بكرة على خير في حلقة جديدة من الصباح. رباح وفي أمان الله.